انا انه مثلا متابعي ومتابعات قناة شوف تي في، انا بكم معنا في هذا البث المباشر. اعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 97 حالة اصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد مساء اليوم السبت، ليرتفع العدد الاجمالي لحالات الاصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة الى 1545 حالة. واضافت الوزارة على بوابتها الرسمية الخاصة بالفيروس كورونا المستجد بالمغرب covidmaroc.ma أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 6403 حالات، وبلغ عدد الحالات التي تم إثارة للشفاء من المرض حتى الآن وفق المصدر ذاته 146 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 111. وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين على الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. إذا مشاهدي ومشاهدات قناة شوف تي في، سمعتوا معنا الآن البلاغ ديال وزارة الصحة، إذا تم التسجيل إلى حدود مساء يوم السبت 97 حالة، وصلنا ل 1545. الحمد لله تم تلقي الشفاء 146 حالة، فيما غادرنا إلى دار البقاء 111 مصاب. أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 97 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد مساء يومه السبت، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 1545 حالة. وأضافت الوزارة على بوابتها الرسمية الخاصة بالفيروس كورونا المستجد بالمغرب covidmaroc.ma أن عدد الحالات المستبعدة بعد التحليل المخبري سلبي بلغ 6403 حالة، وبلغ عدد الحالات التي تم إثارتها للشفاء من المرض حتى الآن وفق المصدر ذاته 146 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 111 حالة. وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد الصحة والنظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. حسن خويا باقي ما تاكدناش، ننتظر التفصيلات من طرف المصالح المختصه تعطينا التوزيع على حساب كل مدينه.